حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. عندنا فقره الحين الفيديوهات، تشوفون الفيديوهات وتعلقون، نشوف احنا وياكم اول فيديو موجود معانا وبعدها راح يعلقون على كل فيديو موجود معانا. نشوف يلا. جماعة الخير بقول لكم على حاجة، هذه ميران طيري من يومنا صغيرة. شفت الفيديو من يوم انا ميران ترى كذا من يومنا صغيرة كذا توقع. هذه بداية ميران في السواليف، تسولف مع نفسك بالجوال وكذا. طيب مشت عليكم مع الفيديو؟ يلا قول لي. مضحك جدا كما قال بالفيديو. كما قال بالفيديو. وانت يا تمارا؟ مضحك جدا 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 مرة ما ينفع مرة جدا. ها مضحك جدا. عرفت ايش قاعد يقول هو بالفيديو؟ قاعد يسولف مع مين؟ يلا. يسولف مع صديقته. قاعد يتكلم معه يقول لا في مشكلة كان عنده. اي يتهاوش مع صديقته. شلون؟ هو الحين قاعد يحل مشكله، عنده مشكله قاعد يحلها الحبيب. قاعد هو حلال المشاكل. وليش ما تصلح؟ وليش ما قلت له؟ وليش قال لي؟ وانت شفتي؟ ايوه يضحك انه مثلا قاعد يتهاوش مع صديقه. في احد فيكم كذا كان اول يعني عنده يسولف بالجوال من نفسه؟ لا انا وانا صغيره اقول انا كبي مويه طاح. اختك الصغيره شو تسوي؟ تقول شوي تاخذ الجوال تحطه على ادنى يعني تتكلم. الو ساره لا خطيه ما ادري. يا سلام عليكم. يلا شوف الفيديو الثاني اللي موجود معنا. يلا شوف الفيديو الثاني. قد صار لكم موقف. انا صار لي هنا. تعال بقول لك. كان هنا عندي ضيف قاعد يتكلم وانا عزانه كذا خلاص بخلص كذا ونايمه كذا نايمه. وانت يا تبارة قد صار لي موقف زي كذا؟ قد شفت واحد كذا من الصغار؟ لا انا قد شفت. يلا انا كان ولد خالتي الصغير في العربية قاعد شوي اللي يجي نوم ثم يقوم. حلو. نوم ثم يقوم. بس. وانت تفضل يلا. كانت في العربية على الايباد بعدين قالت تنام بتقوم تنام بتقوم اخر شيء نامت. انا ودي اقول شعورهم في رمضان اذا يودعون رمضان لانه في النهاية هم يجي ليلة العيد فيفرحون وينبسطون ويرقصون وفلة وناسة. ايه مرة. بس اكيد احنا يوم من الايام نحزن على فراق رمضان ولا شهر الخير، شهر العباده، شهر كان فيه روحانيه، تحس باطمئنان، مربطه الشياطين، تقدرون تلعبون، صح ولا لا؟ فكيف تودعون انتم؟ مع السلامه. انا اودع بالصلاه وبالدعاء بالاستغفار، يعني اسوي اشياء يعني حسنه يعني ترضي ربي. ما شاء الله، مو عاد اذا
لا احنا اليوم لازم نقول انه نهتم في رمضان السنه ان شاء الله الجايه هذه، ونسوي اشياء كثيره في الخير في رمضان، عشان مو يجي بعضكم اخر شيء رمضان لما يجي خلص رمضان يتحسر يقول ليتني سويت وليتني حطيت وليتني فعلت وليتني قلت وليتني فعلت. اليوم نبغاكم كلكم ان شاء الله في رمضان تهتمون من اول رمضان الى اخر رمضان، عشان ايش؟ ما تتحسفون لما يصير في اخر يوم من رمضان، وعشان ما تقولون ليتني ها. ايه هذه الحبيبه ما عطتنا ظهرها ولا همها شيء، مره عايشه جوها. يا الحبيبه شكلها تقول ايش جابنا اليوم في الموضوع ذا اللي ما ادري وش نايم. انا لاني بصوم ولا اني ادري وين الله حاطني فيه، ها جايبيني في ذا البرنامج هم قروشيني. ايه والله ناطفتك كيف تنحاش في الدور الحين، وين الزبنه فيه؟ دور وين تنحاش. تقول انا وش خلاني اطلع؟ صدق والله اتوقع تقول خلاني. تعال انت عايش جوك انت مره على الجو، على كيف على الاستديو تروح تيجي على كيفك. وين بتروحين انت الحين؟ ها وين بتروحين؟ تروحين طياره؟ ليش؟ تبي الطيارة ملبقة عند الباب بالاستديو؟ بنت في كاميرا هنا قدام. سكروا على الكاميرا. نعم. تعرفونكم تسكرون على الكاميرا ما تعرفون. الله يحل الميرال، الله يحل الميرال، على الأقل ميرال تزحف، تسولف، تعطينا الجو شوي. ها؟ شطارك وش علاقكم؟ رهيب رهيب. خلاص 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 يا رند، الله يعطيك العافية. طيب شكرا يا بنات على السواليف الحلوه اللي قدمتوها، شكرا على عسل. تاخذينا معك في الطياره كلنا ولا؟ بس في واحده ما قالت مشاركه، صبا انت عندك مشاركه، يلا سمعنا اياها. صبا دايخه بعد، يلا سمعنا. لا وش ها؟ تعرفون عاد احنا اخر حلقه في رمضان تعبانين من الصيام، وتعبانين من الصيام صح؟ صايمين تعبانين وكذا، بكره العيد ها؟ صح؟ بكره العيد صح؟ في العيد كلكم تسهروا ولا ما تنامون؟ اسهر. ايه؟ اسهر. وبعدين؟ عاد وش عيد فرحة؟ عيد فرحة. عيد فرحة. وانت؟ احنا اسهر عشان اقول لي ماما اني بروح صلاة العيد. حلو، ولجا الساعة 10 كلكم نايمين. الله غيبوبة جماعية تلقاهم كلهم نايمين. صح ولا لا؟ وانا واسع. وتصحون متى؟ تصحون في الليل وتسهرون تكملون السهر؟ ايه. حلو يعطيكم العافيه. الساعه 4 انا توتي على خليها. انت متعوده ما تنامين بدري وتصحين بدري؟ لا الا الساعه عليك اسكتي صح عليك بارك الله فيك وانا لك بيتا فيك اروح المدرسه مواصله. تروحين المدرسه شلون؟ تروحين المدرسه مواصله؟ ما بعد زان ضرسك ذا هنا؟ واحد طويل وبعيد. جيبوا زرادية يا جماعة خلينا نقصها، في زرادية نقصها لي طالع ما ادري شلون صاير كذا. يقطع مو قصة مو مقص هو أصلا عشان طويل هو لحالة، هو أصلا لحاله زبد. شلون زرادية؟ عضتك أول فيه؟ لا عضها جربي. لا لا يطلع لك هنا فتحة. طيب شكرا لكم ما قصرتوا، الله يعطيكم العافية، شكرا يا عسل. خلاص نشوفك مرة ثانية معانا إن شاء الله، إذا جاء الموسم الثاني كوني معانا، الله يعطيك العافية. فاصل نرجع لكم بعد الفاصل.